محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وسمينا وبركاتنا مولانا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ملك المعبود سبحان ملك الموجود سبحان ملك الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت ولا ينصر القدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخليفة الأول أمير رضي الله عن الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. رسولك سيدنا وحبيبنا وسيدنا وبركتنا مولانا. اللهم صل على محمد وعلى آل يحسب أن
جهنم له أخرجه كلا ليبلين في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ملك المعبود سبحان ملك الموجود سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا سبح القدوس ربنا رب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخليفة الثاني أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عن الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا وحبيب راسبنا بركتنا مولانا اللهم صل على سيدنا أمين اللهم إنا نسألك الاستغفار والتوبة والجنة ونعوذ بك من شرك النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن يرحمنا فارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حتى حيا. السلام عليك يا سيدنا. السلام. شهد الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الرابع أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب الله وجهه. كرم الله وجهه في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وسيدنا وبركتنا مولانا. اللهم صل وسلم عليه. امين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعلنا بالايمان كاملين وللفرائض كما انتين على الصلاه حافظين وللزكاه فاعلين ولما عندك طالبين ولارضيك راجين وجهودا متمسكين وعن الله ونعوذ في الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين بالقضاء راضين بالنعمة الشاكرين وعلى البلاء الصابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سيرين وعلى الحاضرين في الجنة داخلين ومن النار ناجين وبيور عين متزوجين من سندس واستبراق وربة متلبسين ومن طعام الجنة أكلنا من لبن وشل مشقا شاربين بأقواب وأباريق وقاسم من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وسنا اولئك ربك انزلك الفضل المنظر كفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليله الشهر الشريفه المباركه من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من اسقياء المرضين لنا وعافنا وعاف عنا واغفر لهم لنا ولوالدينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اغفروا واغفروا المسجد وعظموا شهر صيام من صلاة الوتر رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى صلاة ربكم إماما لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وسيدنا وبركتنا مولانا. اللهم صل وسلم عليه صلاة القيام من الوتر ركعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والمباركات. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا لطيف يا Allah.
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق ما عليها نهي وعليها نمت وعليها نبذ إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين. الحمد لله رب العالمين حمده وبنعمه ولك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين سلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول الله اجمعين. يا الله امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك ايمانا دائما ونسالك قلبا خاشعا ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك عملا صالحا ونسالك دينا قيما ونسالك العفو والعافيه ونسالك الشكر على ربنا ونسالك الغنى للناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتعليم تقصيرنا. يا الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بصمد عين ان عليك من شهر رمضان هذه السنه لله تعالى. تقبل الله منكم انا بكم تقبل يا كريم.